السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أفرجيكم طريقة عمل السفيحة الفلسطينية. راح نحتاج للمكونات التالية: 6 أكواب من الدقيق، كاسة وثلاثة أرباع من الحليب الدافئ، كاسة مي دافية، نص كاسة زيت الزيتون، 4 معالق صغار خميرة فورية، معلقة كبيرة ملح. للحشوة راح نحتاج له نص كيلو لحمة مفرومة ناعم، حبتين بندورة متوسطات الحجم مفرومين فرم ناعم، حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم، معلقتين كبار دبس الرمان، 3 معالق كبار طحينة، معلقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومن البهار الحلو أو حسب الرغبة. هلأ رح نبدأ بعمل العجين. رح نجيب المية الدافية ونضيف عليها 4 معالق صغار من الخميرة الفورية ونخلطهم منيح مع بعض ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق تقريبا. هلأ الطحين راح نضيف عليه معلقة كبيرة الملح ونخلطهم منيح مع بعض ونعمل حفرة بالنص ونضيف كافة المكونات السائلة. راح نبدأ بزيت الزيتون، الحليب الدافي، والخميرة مع الماء، ونبدأ نعجنهم مع بعض أو نخلطهم منيح لبين ما إنهم يتجانسوا. أول ما العجينة تتجانس ببدأ إني أنا أعجنها منيح لمدة 10 دقائق لبين ما تصير العجينة عندي ملسة بالشكل اللي أنتوا شايفينه، وهلأ راح أدهن وجهها بزيت الزيتون وأغطيها وأتركها ترتاح لمدة 2 ساعة تقريبا في مكان دافئ. في الوقت الحالي راح أشتغل بالحشوة، فراح أجيب لحمة الغنم وأضيف عليها البصل والبندورة، الطحينة، دبس الرمان، والملح والبهارات، وطبعا ممكن كمان إحنا نضيف خل. أنا ضفت معلقتين كبار خل كمان. وهلأ راح نحركهم مع بعض منيح لبين ما إنهم جميع المكونات تتجانس مع بعض وتصير بالشكل اللي عندي إياه أنا هون. طبعا ممكن حتى الواحد إذا بحب يضيف شطة أو فلفل حار ممكن. وهلأ بنتركها على جنب لبين ما العجينة تختمر. بعد 2 ساعة زي ما احنا شايفين العجينة تضاعف حجمها، راح أعملها ككرة، أجيبها كمان مرة. وهلأ راح أقصها على حجم كرات اللي أنا بدي إياهم للسفيحة. أنا بحب أعملهم بهذا الحجم، لكن ممكن الإنسان يعملهم أكبر أو أصغر حسب الرغبة. فبنكورهم منيح لبين ما تخلص عندي كافة الكمية. وراح أغطيهم بقطعة قماش لبين ما إنهم يكونوا جاهزين للاستعمال. راح أتركهم يرتاحوا تقريبا ربع ساعة. هلا بعد ربع ساعة راح أبدأ بتجهيز السفايح. فراح أجيب الصينية اللي بدي أخبز فيها، وبجيب كل كرة تعجين وبفردها على شكل دائري باستعمال الأصابع، ما في داعي لاستعمال المرق العجين أو الشوبك. طبعا الفرن أنا بكون محميته على درجة حرارة 200 ل 220 درجة سلسيوس. هلا بجيب تقريبا معلقة كبيرة من الحشوة وبفردها
على شقفة العجين بالشكل هذا. طبعا لأني أنا مستعملة لحم غنم فهو بيكون فيه دهن، فأنا راح أحط كمية أكبر من لو إني أنا مستعملة لحم العجل. وهلأ هيك صارت الصينية جاهزة، وراح أدخلها للفرن لبين ما إنها تحمر من فوق ومن تحت. تقريبا بتاخد ما بين ربع لثلث ساعة، لكن الأحسن الإنسان يضل مراقبهم. وهي منظرهم بعد ما يكونوا جهزوا، بنقيمهم من الصينية وبنحطهم في صينية تانية ومنغطيهم حتى إنهم ما ينشفوا، ومنستمر لنعمل كافة الكمية اللي عندي. وهاي شكلها لما بتكون جاهزة، وطبعا السفيحة بتتقدم مع لبن. وبتمنى إن هاي الوصفة تنال إعجابكم، ولا تنسوكم تشتركوا بالقناة وتتابعوني على الفيسبوك وعلى الإنستغرام وعلى الموقع الإلكتروني. السلام عليكم.